متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة أرسنال وساوثهامبتون التي تقام بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي. هستقام المباراة الأحد 8 أبريل 2018. كما نقدم لكم القناة ناقل المباراة ومعلق المباراة. وتقام المباراة اليوم على ملعب استاد الإمارات بمدينة لندن بإنجلترا. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الإنجليزي أندري مارينر الذي يبلغ من العمر 47 عاما. ويدخل فريق أرسنال هذه الجولة وهو يحتل المركز السادس برصيد 51 نقطة، كما يحتل فريق ساوثهامبتون المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة. وتقام مباراة أرسنال وساوثهامبتون الأحد 8 أبريل 2018 في تمام الساعة 3:15 بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والخامسة والربع بتوقيت الإمارات، والرابعة والربع بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والواحدة والربع بتوقيت جرينتش. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت HD2، كما يعلق عليها المعلق الرياضي خالد الغول. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.